أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، معنا موسى الجميل من نماذج تحدي العقل. صديقتنا الجميلة رغم بثر أعصابها بتتمتع بقدر كبير من الجمال والذكاء والرشاقة، بتواجه الإعاقة بكل شجاعة. إعاقة زين من المعدن وساق واحدة بتخرج للحياة بإرادة قوية. صديقتنا الجميلة نموذج جميل للمرأة القوية، قوة إرادتها وعزيمتها. رفضت الإستسلام لليأس، قررت إن هي تتحدى كل صعب بكل شجاعة وإصرار. صديقتنا الجميلة نموذج جميل بتثبت لنا إن الإعاقة الحقيقية إعاقة فكر وليس جسد، وإن أصدقائنا من ذوي الإرادة مهما كانت صعوبات وتحديات بقوة إرادتهم وعزيمتهم قادرين على تخطيها، قادرين على انهم يعيشوا حياة طبيعية مثل الاخرين. استقانا من ذوي الارادة قادرين ولكن باختلاف، مهما وقعوا من صعوبات وتحديات بقوة ارادتهم وعزيمتهم قادرين على تخطيها باصرارهم وعزيمتهم.